انا امير مع اثار جامعه القاهره. احنا النهارده واقفين مع بعض كلنا بنحتفل، عاملين فوتو داي لينا لاخر سنه لينا في الكليه. بس وانا شاب عادي يعني من ضمن الكليه، لا اتحاد ولا جواله ولا اي حاجه، بس قررنا ان احنا نعمل حاجه يوم الكليه لاصحابي. اجمع اصحابي كلهم يونيفورم واحد وتيشيرت واحد وكده، بس الحمد لله اليوم لحد دلوقتي. كان في كولر و في تاني سبريات تلج و يعني شوية حاجات كده وحاجات اكسسوارز للبنات وكده. بس الحمد لله اليوم صاير لحد دلوقتي لحد تمام يعني بشكل جيد.